جديدة من صدى الأسبوع ومن أبرز عناوينها. جرائم حرب صهيونية بشعة في غزة ولبنان وصمت عربي مريب. حادث مروري مروع يخلف 12 ضحية في منطقة باب العين باتجاه محافظة الحديدة. بشعار التنمية المحلية مدخل للتعافي الاقتصادي، جامعة تعز تنظم المؤتمر الاقتصادي الأول. متلبسا بجرم مشهود ضبط مروج للشبو والحشيش المخدر في المكلا. مواقع أثرية في توبان لحج تتعرض للنبش والنهب والعبث. حمزة اليتيم ملك التوازن يذهل الجماهير بعروضه الاستثنائية. صخرة بمئات الأطنان تهدد حياة سكان قرية في الضالع. نحت الأشجار وصنع بيوت النحل مهنة قديمة يتقنها عادل التهامي. إقبال واسع على زراعة السمسم في مناطق دلتا أبيان هذا الموسم. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.